وقف الشريط في وضع ثابت. دلوقتي نقدر نفحص المنظر، مفيش ولا تفصيلة غابت، وكل شيء بيقوله بيعبر من غير كلام ولا صوت. أول ما ضغط الموت على زر في الملكوت بخفة وبجبروت في يوم أكبر، وقف الشريط في وضع ثابت. دلوقتي نقدر نفحص الصورة، انظر تلاقي الراية منشورة متمزعة، لكن مازالت فوق بتصارع الريح اللي مسعورة. انظر تلاقي البلاد أجيال وراء أجيال رفعاها باستبسال، ونزيف دمى سيال، نزيف دمى سيال على الجبهة. وفي عنفوان النضال وقف الشريط في وضع ثابت. خلي المكان دي يرجع المشهد، عايز اشوف نفسي زمان وانا شاب داخل في رهط الثورة وانا غضبان ومش عاجبني جن او انسان. قال المكان دي رجوع مفيش، عيش طول ما فيك انفاس تعيش. بص شوف ركن الشباب فيه 1,000,000,000 شاب، ومش عاجبهم لا وصي ولا اب. انظر اليهم وانت تتذكر ليه ضربة صابت وضربة خابت وضربة وقفت بالشريط في وضع ثابت. انظر وشوف على المهل بالراحة، الشمس وسط القبة قداحة، والقدس واقعة والحرم من داس، صوت الجرس والأذان على قلبها حراس، وادي بطلها هل في الساحة، قلب الحجر في الإيد بيغري حماس. قال المكان دي بلوم ولا مكلوم، قال المكان دي وشريط شغال، ملكش تسأل سؤال. انظر وشوف الحق لما نهان، وانظر وشوف الآن، بكرة بقى امبارح في حضن زمان، وبعد بكرة فوق همومك فات. مفيش شريط مأجور ولا خوان، ولا شريط له ثبات.